تطرقت توا إلى قضية الكهرباء والماء، هذه أيضا قضية، ورجاء أن القضايا هذه ما نسيشوهاش برشا. أنا مش نتهم الناس باش تسيش وما تسيش، هذه قضيتهم، لكن كونوا أمناء في طرح القضايا باش ما تدخلش أبعاد أخرى وتدخل في الصراع السياسي المزادات السياسية. ناخذ الماء والكهرباء. أولا بدأت بالكهرباء، كانت الذروة 9 جويلة تقريبا، أكبر ما شهدنا من حرارة ومن طلب للكهرباء. المعدل الإنتاج متاعنا 3100 ميجاوات. في النهار ذاك زادت، أو في القمة ذيك في الأيام زادت 9% تقريبا. وإحنا بصراحة مش منقول شو ورثنا وضع، لكن هذا وضعنا، لا يمكن إنتاج أكثر من ذلك. علاش تعطلت هذه قضايا أخرى ورثناها فعلا، محطات في بنزرت ما شغلتش، محطات أخرى، تقوية الطاقة الإنتاجية، أيضا اتفاق مع ليبيا والجزائر اللي يلزمنا نأخذ من عندهم وقت اللي يكونوا في أزمة ويأخذوا من عنا، هذم هما نفسهم كانوا محتاجين، خاصة الجزائر وأيضا ليبيا. إذا لا يمكن أن نفعل الاتفاقية هذيك. إذا 9% من علاش زادت؟ لأن فما ذروة في السخنة، فما 130 عداد جديد استهلاك في الكليماتيزور، في العداد المهول، وكذلك استضافة عدد كبير من الخيانة الليبيين. 530,000 الآن ضيف ليبي علينا، فما زيادة إذا 9%. أش جرى وقت اللي تزيد 9% ما عندكش قدرة باش نفذها، تعمل ما يسمى بالديستاج، توزع القطعة الكهرباء باش ما يطيحش بلاد في الظلمة كما جرات في وقت من الأوقات، يتوزع بشوي بشوي حتى لين توزع النقص هذا. أش جرى؟ وهنا الخطأ الفني. قبل كل شيء خطأ الأول، 3 محطات صغيرة لتوليد الكهرباء تطيح معطلة، يوم 9 جويلة. محطة كبيرة متاع رادس تواصل فيها ما يسمى بالصيانة إلى جوان، وهذا غير معقول، خطأ فني. لماذا الصيانة الآن وتتواصل إلى حد هذا؟ إذن 4 محطات بنقص 360 ميجاوات تقريبا، 10 نقص والعشر زاد، يعني 20% نقص في آخر الأمر. ولهذا دور القطع ما يسمى الديستاج. لكن كي تدور القطع، وإحنا ما نعيش دولة جديدة الآن، واستاج ماشي جديدة، استاج تقدم خدماتها الآن في العالم، تمشي تعرف شكون تقطع، على شكون تقطع، ما تقطعش على مستشفى، ما تقطعش مثلا على التكنة، مصالح حيوية، وما تقطعش خاصة على محطة الضخ وأساساً متاع بلي اللي هي توزع على 5 ولايات، نابل، سوسة، مستير، المهدية والساقس. قطع بلي لأنه فما نقص رصدتنا، معناها خلاتنا النقص في توزيع الماء، لأنه هذه ضخ على 5 ولايات. إذا نقص الضوء تقطع على محطة بلي، وهذا خطأ فني. لماذا ينقطع ولمدة 15 دقيقة والأكثر؟ اختير ياس، لأن وقت اللي تقطع على بلي تفرغ كل القنوات، وتفرغ خاصة الخزانات، والناس وقت اللي ينقطع عليهم تولي بسيكوز وليطلبوا الماء أكثر. وقت اللي رجعت بلي بعد الانقطاع الأول في 9 أبريل، الناس تطلب، إذن ما نجمناش الاحتياطي رجعوه. وقت اللي ما ترجعش الاحتياطي، ما يسمى بالضغط البريسيوم اللي جمش يطلع الماء الأماكن العالية، هاك علاش فما قطع. اذا لابد من تحقيق علاش ما انتبهناش الى الزياده هذه، ويلزمنا ننتبهوا لان الاستاج ما جديد كما قلت. علاش محطات التوليد تنقطع وتتوقف 3 و4 مع بعضهم ويخلونا في يعني نقص كبير، وعلاش الانقطاع في بلي؟ السيد وزير الفلاحه عمل تحقيق نتاعو، فما اجراءات 3 مديرين عامين الآن بصدد إتمام، لأن معقد أكثر التحقيق في قضية الكهرباء، وباش ناخذوا إجراءات فعلا وهي إجراءات ردعية لابد منها. هذا اللي خلانا الآن نعاني من نقص الماء، نقص الضوء، توا
يعني سديناه، ولكن نقص المال لأنه ما وصلناش باش نرجعه الاحتياطي وفي في في الخزانات. وهذا مع الأسف يقول قائل أي وتعرفوا هذا، أي نعرف هذا، لأنه نرجع مش تهمة للسابق، الآن ما فماش إجراءات ومشاريع لتوسيع طاقة ضخ الماء، لأنه يحتاج إلى سدود، يحتاج إلى بحيرات، يحتاج إلى أيضا مخزنات، وهذه مش في يوم وليلة تتعمل.